هل هنالك رؤية واضحة للإطار ماذا سيفعل؟ لو سيعملون على مقولة السيد العامري الشهيرة الحمزة بحزامين ما يحلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ نجم ولضيوفك الأعزاء ولمشاهديك الكرام. صدق هاي رادي لحمزة بحزامين مين تجيبها؟ والله لما تجيبها ما فعلا والله اقول لك بس لا راح يصير شعاركم بالاطار هذا مو بس بالاطار هي يعني الكل صارت واقعه بهالمصيبه اتوكل بالله تروح لحمزة ابو حزامين تحل المشكله اي عموما يعني فضلت المقدمة أنه قلت الأوراق أصبحت مكشوفة. هاي الدورة تمتاز عن بقية الدورات السابقة بأن فعلا اللعب مكشوف، مكشوف بالأعداد، مكشوف بالبرامج، مكشوف بالتحالفات، وبالتالي حتى كل الرؤى يعني تشكيل السلطة هم مكشوف، ما كفت شيء يعني مخفي. يعني بالنسبة للقوة السياسية أول شيء لا تورطني بهاي السالفة، إذا هو هذا العمر يقول والحمزة أبو حزامين ما ندري إيش راح يصير. أنا الحقيقة أقرأ الوقائع بناء على متغيرات إقليمية ودولية، ومشكلة الصراعات الإقليمية والدولية هي صراعات اقتصادية تتعلق بسكك الحديد والغاز وما موجود من ثروات. وأنا أقول لك شيء حقيقة، عمر العراق من تأسيسه إلى يومنا هذا لم تتمكن القوى السياسية العراقية أو الشعب العراقي من اختيار قائد له، باستمرار الحكومات تفرض علينا من الخارج.